شوفي نانسي، يعني انت تعرفين الفنانين قبل ما تطلعين والان في التاريخ، خاصه الفنانات والفنانين، يعني رجال ونساء، معادله انك تصير مشهور ومحبوب ونجم وعندك مواقع بالملايين واسطوانه او اشرطه تكتب مع بمئات الملايين زيك، وعنده اسره وبنات وحياه دافئه، كيف ضبطت؟ هلا هو هذا كان قرار، قرار انه انا كنت حب وبعدني يعني بحب العائله، وبحب اكون ناجحه بالاثنين. انا من انا وصغيره كل شيء كان بدي اقدم عليه، ما كنت اذا كان عندي مثلا خوف او انه ما كنت اقدم عليه. فيكي حذر، بحب لما بدي اعمل شغلتي اعرف قبل بوقت اذا كنت انا يعني ادى لحتى اقدر اكمل ولا لا. وقررت بوقتها انه لاني بحب العائله، قررت بدي اعمل عائله، واكيد الفن كان الى جانب العائله، ولا مره قصرت بالاثنين لهلا الحمد لله. بس هيدا شيء بيتطلب كثير تعب وجهد مني، لانه ما فيني اقول لك اوقات كيف بيمرق نهاري، يعني بيمرق نهاري يمكن بنص ساعه، لانه ببقى انا بسفر وعندي تصوير مثلا او عندي حفله، وببقى على التليفون مع البيت ومع الاولاد بتفاصيل التفاصيل بتدخل، وما وبتفاصيل شغلي بذات الوقت بذات الساعه اللي انا فيها، مع انه عندي كثير ناس بيساعدوني بالبيت، بس انا بحب اشرف على كل شيء. وانا اكيد بدي حيي كل امراه عامله، لانه هذا شيء كثير صعب بالحياه، جداً كل جداً. ام عامله، لانه الام لتقدر تنسق بين شغلها وبين اولادها وعائلتها وتكون ناجحه بالاثنين، هذا شيء بيتطلب جهد كبير جدا. وللاسف بالعالم العربي الى الان ما في ثقافه تسوي البيبي ستر اللي بالمكان بلاش مجانا، يعني شركه مصلحه تحط غرفه وفيها اطفال، الام تحط الطفل وتروح ترضعه وهي في العمل، هذا ما يسوي كذا صح. لا، قد ما كان الام هي بدها تشرف على كل شيء، لو إيه؟ كان عندها مين ما عندها مين ما عندها. انا عندي امي بتساعدني، امي يعني بالنسبه لي، يعني بالنسبه لي من دونها لو ما انا مامنه انه في هي معهم، يمكن كان بيكون عندي تقصير بمحل معين، او احساس بالذنب احيانا، ولانه بعقلي وبفكري يعني يمكن ما رح كون إذا أنا برات البلد، يمكن ما رح كون مركزة مزبوط إلا صح. إذا كانت أمي معهم.